بعد سلسلة من المعارك والأعمال القتالية المخططة بشكل دقيق والمنفذة بتعاون وتنسيق عال بين مختلف صنوف القوات، أنجزت تشكيلات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عمليتها العسكرية، واستعادت السيطرة على جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق كاملة، وهي حزرمة، النشابية، الصالحية، تل فرزات، حوش خرابو، بيت نايم، المحمدية، حوش لقبيات، أفتريس، حوش البارودة، حوش الأشعري، أرض الباشا، حوش الظواهرة، الشيفونية، أرض العب، الريحان، حوش مباركة، أرض الأبرشية، أرض الزاوية، أرض الصفصافة، بيت سوا، مديرة، حمورية، مسرابة، حزة، سقبة، عين ترمى، جوبر، زملكة، عربين، حرستة. شخص خلال 7 سنوات كنت طالب بكالوريا، صارت المعارك كلياتها، بقى اضطريت انا انجبر انه صار بالداخل حكومة معارضة وائتلاف و بقى شكلوا المدارس، صاروا في شيء اسمه بكالوريات الائتلاف، خضعوا تحت منا وقتها وما حسنت، منعونا وقت جيش الاسلام طلعة باتجاه دمشق، وقتها كنا اساس نأمن نشتغل شهادات بكالوريا، بقى رجعنا نحن قدمنا عند الائتلاف وساويناها يعني بكالوريا ونجحنا فيها، جبت علامات الحمد لله. بقى وقتها ساويت الامر كلياته، ساووا جامعات وساووا معاهد، بقى واخذنا الشهاده، وكان كنت خالص يعني منه وجهز اموري، ليش رايح؟ لكمل دراستي الصراحه، الشهر الاولى واطلع من جو الحرب اللي داخل انا منه باغلب باتجاه تركيا. انا ما نطقت الحرب، انا هلا ما حملت سلاح، صار لي 7 سنين ما حملت سلاح.